اعلى مزه سيد المعلمين. ولع يا معلم. اعلى مزه اعلى مزه معلم. طلع يا معلم الدخان. ايه الليله الجميله دي؟ ايه الليله الجميله دي؟ انا عايز اضحك يا معلش يا معلم. كل النكت اللي عندي خلصت من زمان. لا كده اصعب كده اصعب كده اصعب. بقول لك يا معلم، عندي اغنيه انا مالفها اسمها ايه؟ زغزغني في كوعي ومسحل دموعي. يا يابا تتعصر ياض. انا عندي نكته جامده جدا جدا جدا. قول يا معلم. مره واحد نزل محطه الرمل قالوا خلصي. حلو قوي يا سيدي المعلمين. ولا ولا جدا معلم. الساعة كام دلوقتي يا؟ لا مؤاخذة الساعة 6 في البيت. بقول لك يا معلم حوالي كده 10 و5 لا مؤاخذة. ليه؟ ما تخليها 15 يا ساعتك يا فندم. ايه؟ هم يحصلونا على الاسم اوفر. كل الزباله دول يحصلونا على اسم شرف. وانت عسكري هات الحيوان الجحش ده. تعالى. يلا يا باشا. الحشيش يعني مش حاجه كده يعني. احنا مش جايين عشان الحشيش، مش جايين عشان الحشيش. اه. جايين عشان ايه يا باشا؟ عشان الجواز دي مش متعقمه وده مش قانوني. عسكري اثنين. تحت امرك يا فندم. خطه 115. تحت امرك يا فندم. بسرعه. ده يا حمار مش ده يا حمار التاني. هات الزحف بقى وتعالى. الحقني يا فندم. ايه الحشيشه الغبيه دي؟ انا فين؟ انت في الجحيم يا جحش. طبعا هتموت وتعرف انا مين. انا فطين الهلالي. خلاص يا ابني كفايه كده فطين. مفيش كفايه يا عم عزوز. انا لازم انتقم من كل اللي كانوا بيستهزئوا بيا وبدوله القانون. بالعنف يا ابني. بالعنف وبالجزمه وبكل الاسلحه. ابوس ايدك ارحمني يا فطين. مفيش رحمه بعد اليوم. لا والنبي ارحمني يا فطين. اخرس اخرس عايز اتكلم. انا مش فطين اللي انت تعرفه. فطين اللي انت تعرفه ما بقاش فطين اللي انت تعرفه. بقى فطين اللي انت ما تعرفوش. اتاخر كده عشان ما تعورش. تعال تعال. اي اي وانا يا استاذ فطين. انت ايه؟ انت مش كنت بتحط لي لبن بودرة على الحلبة الميزة بتاعتي يا سيكا؟ ايوه. خلاص يبقى مصيرك زي مصير المعلم بتاعك. انتوا جايبين لي رصاصة واحدة؟ لا انا مش هموت بالرصاصة، انا هموت بالكهرباء. في كهرباء يا عم عزوز؟ طبعا في. اخرس هتتكهرب يا كلب. يلا يا عم عزوز. حاضر. ادخل كهرب. يلا حاضر. ما فاضلش غيرك يا جحش. انت بتعمل فيا ايه يا فاضل بيه؟ دلوقتي بقيت بيه. دلوقتي بقيت بيه. فين الاكل يا حماد عشان اكله بعدين اشرب من دمه؟ اصبر شويه. ايه؟ اصبر. انا اتعلمت. اصبر. ده انا هموتها بالسكينه دي. ما تنسى ليه كفايه بقى. انا اللي انت كمان بيجعني مش عايز. انا كهربت وكهرباء انا سايبني قوي. عشان تحرم تحط بودره تاني. عشان تحرم حرم. حرم تحط بودره تاني. مش مصدقك. موت من الرعب. موت من الرعب. انت هتعمل فيا ايه؟ ابوس ايدك. خد كل فلوسي بس سيبني اعيش. انت حيلتك حاجه يا معفن. انت هتمثل عليا. اتشاهد على روحك. ابوس ايدك. ابوس ايدك. سيبني اعيش وكل اللي انت عايزه انا خدامك فيه وهعمل لك كل حاجه انت عايزها. ما انت بترجع تتنمرد تاني يا جحش. لا مش هتنمرد تاني. اللي انت عايزه قول لي عليه وهنشوف. ماشي يا جحش.
هجرب. انا عايزك بقى دلوقتي تحكي لي ايه حكايه الاسلحه وعلاقه درغام بصفوه نصار. يعني عايزك تحكي لي عن كل حاجه من طقطة اللي سلام عليكم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سعادتك هتيجي معايا النيابه بكره صفوه بيه، وبعدين ده مجرد اجراء روتيني لاستكمال التحقيقات. ولما الناس والجرايد تعرف ان انا رحت النيابه هيتقال ايه يا سعيد؟ الموضوع كله مش هياخد اكتر من نص ساعه صفوه بيه، واحنا عاملين حسابنا على كل حاجه ومظبطين رجالتنا. لما احنا مظبطين رجالتنا مش قادرين نلاقي حل للمحامي اللي ما يسواش ده ليه؟ الاوراق اللي معاك ويا صفوه بيه، انا مستني بس اما القضيه تخلص وبعدين هعرف اتصرف معاك. حمدي تحت امر سعادتك صفوه باشا. انا عايز رجالتنا يخلوا المحامي اللي اسمه فطين ده تحت عينيهم، مش عايز اي تصرف غبي. ما تعملش حاجه قبل انا ما اقولك. حاضر يا سعادة باشا. قول لي يا سعيد، ايه الكلام اللي لازم يتقال في النيابه؟ انا بصراحه فخور بيكم وبالنجاح الساحق اللي انتوا حققتوه في الجوله الاولى من المعركه الكبيره اللي لسه قدامنا فيها جولات وصولات. بس طبعا مش عايزين ننسى ذكائي وقيادتي وادائي المقنع. ذكاء مين وقياده مين يا ابو قياده؟ الخطه بتاعتي انا هي السبب والكل لازم يعترف بكده. خطتك دمويه كهربيه وغير مجديه بالمره، ولولا تعامل العبقري كانت فشلت. هي ايه دي اللي كانت فشلت يا عديم الخيال؟ لو سمحت يا حماتي ما تقطعنيش وانا بتكلم، انا هنا القائد. يبقى تتكلم عدل عن الخطه ودور حماتك في العملية. ما طبعا يا حماتي، يعني ما نقدرش ننكر دور حضرتك، بس لولا التنفيذ بتاعي وحرفيتي في التعامل. بس بقى وكده هتضيعوا كل اللي عملناه واحنا لسه في الاول. يعني ايه يا عزوز؟ يعني المعلومات اللي عرفناها من الجحش لازم نستفيد منها، والا تعبنا كله هيضيع في شوش. يروح في شوش ازاي يا صنع عزوز؟ يعني انا اسيب ورشتي واكل عيشي وفي الاخر انت تقول لي يروح في شوش؟ اهدى يا مشمش اهدى، اللي عايز يتكلم هنا يستأذن، انا هنا القائد. جرايا يا اسطى مشمش، يعني انت سايب ورشتك واحنا لا مؤاخذه صويا؟ قلت اسكت قلت اسكت، مش انا قلت ان انا هنا القائد؟ ما تتكلم عادل يا بسكليته وهدي موتورك علينا يا اخي. انا بتكلم عدل، هات انت مرشدين لاحسن افسك زي الكاوتش. انا بتكلم ببوقي، بعد كده هفتح الكبوت عليك. ايه قله الادب اللي بتحصل دي؟ ايه ده؟ انا ما حدش عالي صوته هنا ببيتي. مشيهم يا عزوز مشيهم. حاضر حاضر، بس انتي هدي نفسك يا شهر ما تنفعليش. يلا يا سانسا يلا مع الف سلامه، وهكلمكم في التليفون عشان الاجتماع اللي جاي. يلا. طب استنى بس يا سرعه عزوز، طب هنعمل ايه يا قائد فطين؟ هتعملوا في ايه؟ احنا مش متنا واتكهربنا قدام الجحش. حصل. طب لو شفنا الجحش هنقول له ايه؟ حصل. حصل ايه يا استاذ فطين؟ لو شفنا الجحش احنا نرد نقول ايه يعني؟ رد انت بقى يا عم عزوز، عشان انا في حاجه شغلتني دلوقتي حالا يعني. يا سلام، ارد اقول ايه انا؟ ما هترد انت يا شهر، مش انت صاحب الخطه. انا ما عنديش ردود، ميعاد نومي جه. يلا مع السلامه. طيب تصبحي بقى على خير يا حماد، تصبحي على خير الرجاله بقى. ها رنات، سلام عليكم. يلا يا اخوات اهو، يلا مع السلامه. يلا 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 مع الف سلامه، اتفضلوا. طب اروح كده وانا مقتول؟ مراتي تقول عليا ايه؟ هي مراتك شافتك قبل كده وانت مقتول؟ ها؟ لا. خلاص تبقى كده جات لكم على الطبطاب، انت مقتول تروح تقتلها وتجددوا حياتكم مع بعض. يلا مع السلامه. ماشي. تنساش تقتلها.